هل يأثم من صلى قصرا، من صلى قصر يجمع في بلد وهو يسمع المؤذن لا يذهب من الجماعة؟ الواجب على من سمع المؤذن أن يحضر إلى المسجد، سواء كان مسافرا أم مقيما. فإذا كان المسافر قد نزل في البلد لمدة يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، ولكنه أذن وهو يسمع، فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، يعني ويأثم إذا لم يفعل. وأما ظن بعض العامة أن المسافر ليس عليه جماعة، حتى أن بعضهم تقول له صل، يقول أنا مسافر، فهذا ظن لا ليس مبني على أصل. يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأوجب الله الجماعة على المقاتلين مع أنهم في سفر. نعم.